ملابس الرجال واحدة من أكثر قطاعات الموضة ابتكاراً وتطوراً. سوق ضخم من المتوقع أن ينمو بنسبة 4% سنوياً حتى عام 2026. لكن الاتجاهات الجديدة لعالم الموضة فيما يتعلق بملابس الرجال لا تسلم من الانتقادات. البعض يرى أن الشركات تدفع رجال لتقبل طبيعة أزياء جريئة كانت حكراً على النساء في السابق. ويمكن ملاحظة ذلك في عروض الأزياء الأخيرة. اللون الوردي مثلاً كان يرتبط دوماً بالأنوثة، لكن على مدار الأعوام الماضية تلاشى الفكرة تدريجياً. اليوم أصبح ارتداؤه مقبولاً اجتماعياً بين أوساط الرجال. على كل حال، من المتوقع أن يحقق قطاع ملابس الرجال إيرادات تصل إلى نحو 600 مليار دولار أمريكي في نهاية العام الجاري. نمو مبيعات ملابس الرجال إلى أكثر من 3%، يعني هل نتوقع أن يتساوى هذا السوق، سوق ملابس رجالية، مع سوق ملابس نسائية ومبيعاتها قريبة؟ مبدئياً سوق الملابس بشكل عام هو كله يساوي تقريباً الآن 1.5 تريليون دولار. هذا الرقم المتوقع أن يصل إلى تريليوني دولار خلال الأربع سنوات القادمة. ما زال سوق ملابس تسوق النساء ما زال أكثر، يعني يساوي سوق ملابس تسوق الرجال والأطفال أيضاً، اللي هي أيضاً صناعة كبيرة. فما زالت الأرقام ليست هناك بعد، ولكن بمعدلات النمو مثل ما قلتي تقريباً 3.5% سنوياً قد نصل إلى هذه الأرقام قريباً. مثل ما قلنا سابقاً الآن سوق التسوق بالنسبة للرجال قيمته أكثر من الريفنيوز، العوائد اللي هي المبيعات، وليس قيمة السوق، هي بأكثر من 0.5 تريليون دولار حالياً. هذا الرقم أيضاً في نمو مستمر خلال السنوات القادمة. نعم. اليوم شو العوامل اللي أدت إلى هذا الارتفاع في المبيعات اللي عم نشوفه بأزياء الرجال؟ مبدئياً يعني في العصر الحديث من 2010 فما فوق تشير الدراسات أنه أكثر شيء دعم هذا الستايل أو هذا النمو في هذه الصناعة بالنسبة للرجال هو المبيعات عبر الإنترنت الأونلاين، لأنه إحنا نعرف يعني الرجال أيضاً يعني ما يحبون ينزلون إلى السوق كثيراً، يعني نزلاتهم إلى السوق أقل. فالآن مع نقطة التحول، مع وجود المبيعات أونلاين، أيضاً المبيعات أونلاين دعمت الصناعة ككل، لأنه أنت صار عندك خصوصا الصناعات او الديزاينرز المحليين، لانه انت صار عندك كمصنع البسه مش بس في الاردن او في فلسطين او في الامارات او في صورتي منفتحه على الهند، على الصين، على امريكا. فهذا اول شيء ادى الى هذا الدعم في سوق المبيعات بالنسبه للرجال.